يعني فقرتنا ثقافية، بدنا نحكي عن الثقافة، وكحضرتك كمثقف وكشخص أنا بفتخر فيه أكيد إنه موجود معنا، قديه عم بتلاقي إنه في دور مهم عم تلعبه وزارات الثقافة في الوطن العربي لدعم الثقافة للشباب العربي ولتثقيفهم أيضا؟ الإبداع الثقافي يعني بشكل عام يفترض بداهة أن تكون المساحات الموجودة في أي بلد، سواء كان بلد عربي أو غير بلد عربي، أن يكون هنالك مناخ من الحرية، حرية التعبير، حرية الكتابة بالمسرح بالسينما بالشعر بالأدب بالرواية بالفن التشكيلي بأي منحة من مناحي الحياة الثقافية. من دون حرية لا مجال لأي إنتاج ثقافي حقيقي. هلأ سواء كانت وزارات الثقافة في العالم العربي أو وسائل الإعلام الترويجية لكل منحيها، يعني دائما نحن بحاجة إلى الثقافة. هلأ وزارات الثقافة اللي تفضلتي بالسؤال عنها في العالم العربي هي طبعا تخضع لمزايا ومناخات كل دولة، وكل دولة أدي تمنح أو تتمتع مناخاتها بفسح من الحرية. بشكل عام تعمل وزارة الثقافة في العالم العربي بشكل كلاسيكي تقليدي على دعم الثقافة ودعم بعض المثقفين، وهنا أعتذر عن الكلام، يعني بشكل استنسابي لا يمكن أن تدعم وزارة ثقافة عربية معارضا سياسيا كاتبا بقضايا ثقافية، يعني طبعا تتحاشى هذا الأمر وتدعم من هو لصالح يعمل لصالح النظام. نتكلم بشكل عام. ميشيل، ما دمنا سنتحدث عن الدعم المقدم للإبداع الثقافي سنعتذر كثيرا اليوم، ولكن دعنا نتحدث بداية، يمكن ما هي الحوافز التي ينتظرها أو يتوقعها الإبداع الثقافي؟ عن أي نوع من الحوافز نتحدث؟ الحوافز الثقافية كثيرة، تبدأ بدور الإعلام، الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب إلى آخره، وتنتهي بالإعلام البديل اليوم، الإعلام التكنولوجي الحديث، وسائل التواصل، يعني هذا الفضاء السيبيري المفتوح، كلها نظام حوافز. إذا أردنا أن نبدأ من بدايات القرن الماضي، يوم دخلت الإذاعة المسموعة، يعني الإعلام المسموع على الصحافة الثقافية. يعني طبعا نحن نعرف أنه في منتصف القرن التاسع عشر كان هنالك مجلات متخصصة فقط للقضايا الأدبية والثقافية، كمجلة حديقة الأخبار اللبنانية أو الجنان أو الأهرام أو دار الهلال. طبعا هذه كانت مجلات متخصصة لترويج للحياة الثقافية والإبداعي والإبداع الأدبي بشكل عام. بثلاثينيات القرن الماضي دخلت الإذاعة، وفي ستينيات القرن الماضي دخل الإعلام المرئي، بدأ البث التلفزيوني من لبنان ومن القاهرة. طبعا هذه الوسائل أدت دورا ممتازا ورائعا في التحفيز، في تقديم الحوافز لمسارات الحياة الثقافية في لبنان وفي العالم العربي بشكل عام. طبعا نحن اليوم بوسائل التواصل السريع والكوكبي الموجود فيها العالم اليوم، الترابط الفظيع اللي صار، تغيرت الأمور بشكل كبير. تغيرت الأمور إيجابا أو سلبا؟ يعني سلبا وإيجابا، وسنحكي عن هذا الموضوع. وأنا أريد أن أسألك عن هذا الموضوع، لأنه الكثير من المفكرين أيضا الثقافيين يرون أنه هالتطور اللي عم بصير هو ضرره أكثر من نفعه، خاصة إذا بدنا نطلع، يعني أنا عم بحكي على دول عربية، إذا نطلع على فئة الشباب اللي يعني صرنا نادرا ما بنلاقي أنه هالشباب اللي مسكين مثلا كتب بيقرؤون أو حتى مش مواظبين لآخر التطورات يعني الثقافية اللي قاعدة عم بتصير يعني بالوطن العربي، وصارت الأمور مقتصرة كأنه بس على استقبال الأخبار من غير معرفة ما وراء هذه الأخبار. بدي رأيك يعني بشكل عام تدنى منسوب القراء في العالم العربي وفي العالم، يعني نادرا اليوم ترينا
مواطنا يشتري كتابا مثلا. هذا لا يعني أن الكتاب أن عصر الكتاب انتهى، لا غير صحيح هذا الكلام، إنما تراجع نسبة القراء. يعني نشاهد معارض الكتب في بيروت وفي العواصم العربية بشكل عام، نعم، نسبة المبيعات مبيع الكتاب لدينا بشكل عام. يعني معناتها أنه القارئ كمان تدنى نسبة القراء. هذا الأمر يرجع إلى كثير من الأسباب. أولا الموضوع اللي ذكرتي قبل قليل، أنه أي دور عم تلعبه هالوسائل التواصل الاجتماعي اليوم الإلكترونية، يعني كل وسائل معروفة اليوم كل صاحب هاتف ذكي صار صحافي وكاتب ومفكر ومحلل سياسي ومصور فوتوغرافي وطبيب أحيانا وطبيب إذا بتحبي ونجار وطيارجي شو ما كان. هاي من مساوئ هذه العولبة. يعني أصبح العالم من دون أي مساءلات، خاصة أنه مش مقونني، يعني ما في قانون يرعى هذا. ما تستطيعين أن تكتبي ما تشئي وترسلين تبثين أي صورة أي تعليق أي شتيمة. طب سيد ميشيل، إذا عاوزين نرجع شوية بالزمن لورا، فيما زمان بدك ترجعي لورا؟ يعني حرجع خلينا لبدايات التلفزيون ولبدايات بعد وقت الاستعمار، وعندما استقلت أوطاننا العربية بدأت نشأت الوزارات المختصة، وزارة الإعلام والثقافة كانت تهيئ، بداية التلفزيون أيضا كانت تهيئ منصات للمثقفين لتقديم فنهم لتقديم، وكان يعتبر أكبر حافز في وقتها. أنا متأكدة أنه كان في كثير من المناطق في الوطن العربي أنه فلان بيطلع على التلفزيون يقرأ شعر أو يعطي أدب أو أي نوع، كان هذا الحافز الأكبر، وكان يتم تكريمات وقام مهرجانات ثقافية تعرف بكل شيء يخص البلد ثقافيا أو أدبيا. لأي درجة تجد أنه هذا الشيء كان فعلا حافز وقتها؟ وسننتقل بالزمن حتى نصل إلى وقتنا الحالي، ولكن وقتها لأي درجة تعتقد أن ذلك أسهم بنهضة أدبية ثقافية فنية كانت رائعة في ذلك الوقت ما زلنا عايشين عليها للأسف حتى الآن؟ هذا السؤال ولا محاضرة؟ طويل سؤالك. على كل حال بدي أرجع لبداية سؤالك، تكلمتي عن عصر الاستعمار. نعم. ليش انتهى الاستعمار؟ نعم. تغير شكله الاستعمار، بس صحيح. الاستعمار بعده موجود. صحيح. استعمار بالسلولر، بالهاتف، الاستعمار بالمصرف، الاستعمار بالقوى الاقتصادية، يعني مهم. بالعودة لسؤالك، أنه الفسح الثقافية اللي كانت تؤمنها وسائل الإعلام سابقا، سواء الصحيفة أو الدورية الأسبوعية أو الشهرية أو الإذاعة وتلفزيون برامج تلفزيون، طبعا لم تنتهي كليا هذه الأمور. لا نستطيع أن نزعم أن هذه المساحات قد انقرضت كليا، هذا غير صحيح، إنما تراجعت. تراجعت، يعني أنا أعطي مثال بسيط. اليوم في عدد كبير من الصحف العربية والأجنبية، الصحف البريطانية والأمريكية، توقفت عن الصدور ورقيا وتوجهت نحو الإصدار الإلكتروني. الإصدار الإلكتروني، طيب هذا الإصدار الإلكتروني، يعني اليوم أنا لا أشتري صحيفة ورقية، علما أنه أنا إنسان ورقي أحب الورق والكتاب وإلى آخره ورائحة العبر، إنما لا تستطيع الجريدة اليوم أو الصحيفة أو أي أن تؤمن خبرا سريعا كما تستطيع أن تفعل بلحظة وسائل التواصل السريع. صحيح. فبالتالي القارئ لم يعد مهتما بالجريدة اللي تصدر كل صباح، إنما يتابع أخبار العالم ككل، ثقافة وفكر وإعلام والمتريدي، من خلال هالوسائل التواصل السريعة جدا. نعم. هي نمطية الحياة. يعني بالماضي كان في سوق حكاظ، يقف الشاعر أمام مجموعة من الناس ويلقي قصيدة، ثم جاءت الإذاعة، ثم جاء التلفزيون، ثم اليوم وسيلة التواصل. تتغير الأنماط بتطور الحضارات. نعم. يعني بالماضي كان يحكي الشخص يحط على رأس الجبال شعلة من النار ليقول للجميع بالصحراء والكذا أنه هنا في ناس. اليوم تغيرت الأمور، بعد في يعني وسائل التواصل. نعم. هي تتغير تبعا لتطور الحضارة. نعم. بشكل عام.
يعني كنا عم نحكي عن الحوافز التشجيعية ولا نزال، وكان الموضوع اللي طرحته سارة كان من أيام التلفزيون واللي حضرتك حكيت ورجعت لأكثر كمان من هيك على الإذاعة، وكيف التطور اللي وصلنا له إلى اليوم. إلى حد اليوم صار في مهرجانات، صار في منتديات، صار في يعني حتى وسائل التواصل الاجتماعي التي تحدثنا عنها. حطيت إيدك على الجرح بكثير من المحلات، ولكن هلأ إحنا وصلنا لهالعصر اللي متطور اللي ما بنحط فيه شعلة فوق الجبل، في عنا كتير أمور تسهيلية صارت. شو النواقص وشو كيف بدنا نشوف الحلول؟ يعني بس سريعا إنه إذا هيك بدنا نطلع على الحل في هالظروف اللي نحن عم بنعيشها، شو الحل أنت من وجهة نظرك؟ الحل يعني ليس بكبسة زر سحرية، هذا أمر بديهي. العالم اليوم هو عالم فضاء سيبيري مفتوح يصعب التحكم به، يعني هذه حقيقة علينا أن نتعايش معها ونتعامل معها بما لها من حسنات، وحسناتها كثيرة للمناسبة، وما لها من سيئات وانعكاسات سلبية على حياة البشر. يعني كلنا نعرف أنه تدخل على حياة الحياة الحميمية للمواطن بشكل عام، واليوم أنت مع يعني تستطيع التكنولوجيا اليوم أن تحدد أماكن وجودك وما تقولين بواسطة مليون وسيلة ووسيلة، وليس أقل وسائل الأقمار الصناعية وغيره. يعني فأنه نطلب أن نزيل سيئات هذه العولمة أمر مستحيل. ما تستطيع اليوم أن تضعي قانونا يشمل كل الذين يتعاطون بوسائل التواصل. فيك تعملي قانون يحد من حرية الصحافي من خلال وزارة الإعلام، من خلال نقابة الصحافي، من خلال المحاكم. ممكن هذا الأمر، ولكن بالتواصل الاجتماعي ممكن اليوم أنه تستطيع محكمة ما إذا اعتدى عليك شخص إساءة بكلمة أو بكذا أن تقاضي هذا الشخص، بس لا تستطيع أن تمنعي كل البشر من أن تتوجه إليك وتقيم محكمة عالمية لكل يعني. صحيح، ولا يستطيع أن يحاسبهم على رداءة النص أو سوء الفن الذي يقدمونه للأسف. صحيح. البشر كانوا موجودين على طول، بس ما كنا نعرف كيف بيفكروا. اليوم انفتحت منصة عالمية كونية، ثاروا البشر يستطيعون أن يتعاملوا مع بعضهم البعض ويعبروا عن آرائهم. من حسناتها هي فتحت حرية التعبير، لكن هذه الحرية تنتهي، يفترض أن تنتهي عند حرية الآخر، وهذا أمر غير متوفر اليوم. هذا من مساوئ العالم. يعني أصبح الحكم الآن للمتلقي، وأصبح فعلا بالفعل نراها يرفض كل شيء غير ذي قيمة. دائما الوقت يداهمنا وإحنا في هذه الفسحة الثقافية الجميلة التي تتحفنا بها كل مرة. المستشار الثقافي ميشيل معيكي، شكرا جزيلا لحضورك معنا، ونراك في حلقات قادمة. شكرا لكما. وأكرر على قضية واحدة، أنه لا نستطيع أن نتطور كبشر كإنسانيين من دون مناخ الحرية، وهذا متوفر في بعض المناطق وغير متوفر في مناطق أخرى. نتمنى أن يعوم في كل المناطق. شكرا لكم. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. مشاهدينا فاصل، نعود بعده إلى آخر أخبار كأس العالم، فانتظرونا.